ومعنا من نيويورك الأستاذ أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي انسحابه بشكل رسمي وتأييده لترامب يحدث أي فارق؟ يعني لماذا قام بهذه الخطوة؟ طبعا سؤال كويس. أعتقد الانسحاب توقيت حساس، هو إن هو يعني انسحابه ودعمه لترامب إن هيكون في دفع أو يعني فرصة لترامب إن يكون عنده مجال أوسع من اللي هو موجود فيه. حملة ترامب الحقيقة بتواجه تحدي صعب، بدأ يبان من يوم للتاني، لأنه كان بيستهزئ أو بيستخف بوجود كنائبة للرئيس بايدن، لكن كاميلا هاريس الحقيقة استطاعت في فترة وجيزة لما تجمع من خلال حملتها والحزب الديمقراطي 500 مليون دولار، مليون دولار ده مبلغ كبير، والمبلغ ده مدفوع من شركات ومؤسسات وناس نافذين في الاقتصاد الامريكي وفي السياسه الامريكيه. من ثم نجاح الرحل على دعم من 50 ولايه، وتجيب استعدادها للخطاب اللي حصل الثلاث ايام اللي فاتوا في يعني المؤتمر السنوي اللي كان موجود في شيكاغو. لكن في نفس الوقت هناك اخطاء في حمله ترامب. ترامب حتى في تصريحاته مش بيتكلم في السياسه الداخليه والخارجيه، اكثر بيتكلم وتجريح بشخصيه كاميلا هاريس، بينما كاميلا هاريس بدات تتكلم في الداخل الامريكي، ما هي اهدافها اللي هتخدم المواطن الامريكي، السياسه الخارجيه ازاي. فالحقيقه احنا امام موقف يعني نقاط ضعف بدات تظهر في حمله ترامب، بتكبر منها مساحه جدا. يعني لو حتى ما عندهاش هي الكاريزما او الحضور على المستوى السياسي او الشعبي، لكن اخطاء ترامب بتصبها فرحه. طيب استاذ احمد، لماذا دائما لا توجد فرصه لمرشح مستقل في الولايات المتحده؟ اعتقد المال السياسي بيلعب دور كبير، لان المرشح المستقل محتاج ان يكون وراء حزب، والحزب بتدعمه شخصيات كبيره من مؤسسات ورجال اعمال ونافذين، والاعلام كمان بيحاول يخاطب بشكل ممكن يكون له تاثير. المال السياسي هو صاحب السبب الرئيسي انه ما يكونش مرشح مستقل. يمكن في الستينات وفي السبعينات احنا عندنا آل كينيدي، عندنا رؤساء امريكان في الفتره دي كانت امريكا العصر الذهبي بتاعها، اللي بتفرز قيادات سياسيه تفرض واقعها على المستوى الداخلي وعلى مستوى العالم. الحقيقه من بعد فتره ترامب كان اول رئيس يخش البيت الابيض مش من عالم السياسه، من عالم المال، وترك البيت الابيض بعد 4 سنوات ومعه 75 مليون يعني مؤيدين له، وبدات تظهر حكايه الترامبويه او الشعبويه اللي ما كانتش واضحه بشكل كبير في الشارع الامريكي. فليس من السهل على مرشح مستقل ان يجمع هذا القدر من المال، لان الداعمين الناس بتوع الكونجرس، المال والسلطه سلاح خطير جدا لا يتيح الفرصه للمرشح المستقل مهما كان يعني خلفيته السياسيه او علاقاته مع المجتمع. طيب جزء أو أحد أطراف المعادلة الانتخابية الوازنة في الولايات المتحدة هي الولايات المتأرجحة، ما هي الاعتبارات الحاكمة للولايات المتأرجحة؟ على أي أساس يحسم الناخبون فيها أصواتهم لأي مرشح؟ الانتخابات الأمريكية نظام الانتخابات في أمريكا نظام معقد. في بلاد العالم كلها إن عدد أصوات الناخبين هو الفيصل، لكن في حاجه اسمها المجمع الانتخابي، لازم يحصل سواء الرئيس من الجانب الديمقراطي او الجانب الجمهوري على 270 صوت من المجمع الانتخابي. في تقدم بسيط حاليا حاصل من ناحيه كاميلا هاريس، لكن ما نضمنش من هنا لغايه 5 نوفمبر ايه اللي يحصل. التحديات او النقاط الاساسيه اللي بتفصل ما بين الولايات المتارجحه هي الولايات اللي نقدر نقول فيها مش اقليات، ما يكونش فيها عدد كبير من البيض، بيكون فيها اقليات من الافريكان امريكان، من العرب المسلمين، من الاسيويين او المكسيكان. الولايات دي بيبقى عليها معول كبير ان عدد سكانها ممكن بيكون يسمح ان يكون لهم صوت ينجح فريق ضد فريق اخر. ما وزن اصوات العرب والمسلمين بالمناسبه استاذ احمد في هذه الانتخابات؟ اعتقد كل انتخابات بتبقى لها ظروف. يمكن احنا عددنا كمسلمين وعرب اقل عدد اليهود يمكن 5-6 مليون، احنا يمكن بندور في حوالين 4 مليون عرب ومسلمين. لكن
في حرب إسرائيل ضد غزة العشر شهور اللي فاتوا ألقت ظلال مهمة جدا. يعني لأول مرة البيت الأبيض في شهر رمضان الرئيس الأمريكي أيا كان ديمقراطي أو جمهوري بقالنا سنوات يعملوا حاجة اسمها إفطار رمضان ويدعو الجالية المسلمة. اعتذرت الجالية المسلمة هذا العام عن حضور إفطار رمضان لعدم رضاها عن أداء بايدن. اللي حاصل الحقيقة في العشر شهور اللي فاتوا المظاهرات كانت في الداخل الأمريكي، أصبح كلا الحزبين دلوقتي بيحاول يخطب ود الجالية العربية والمسلمة، لأن ولاية مهمة جدا زي ميتشيغان فيها 180-190 ألف صوت عرب ومسلمين، لها موقف واضح، بتحاول كاميلا هاريس بشكل معين تقول لهم أنا مش هكون نسخة طبق الأصل من بايدن، وبالتالي بيلعب برضو دور وجود جالية ومسلمة عند كلا الحزبين، بس أعتقد الجانب الديمقراطي أكثر لأنه طول عمر العرب والمسلمين بيؤيدوا الجانب الديمقراطي. ودوما السؤال في كل انتخابات، أين الشباب من المرشحين أستاذ أحمد؟ يعني ما بين هاريس وترامب لا سيما الجيل زاد كما يقولون عنه. الشباب بيمثلوا 40% من الكتلة التسويقية في المجتمع الأمريكي. قبل حرب روسيا وأوكرانيا وقبل حرب إسرائيل على غزة، يعني الشباب شريحة اهتمامها بالعمل العام أو بالعمل السياسي محدود، لكن خلال هذه الشهور والمظاهرات اللي حصلت واللي حصل في الجامعات واللي حصل ان في استقالات او تحقيقات في الكونغرس مع 3-4 من رؤساء الجامعات، الحقيقه ده القى بشيء وبصوره جديده جدا ان الشباب بدا يهتم ويقول ان حكومتنا او ادارتنا اداره غير رشيده. لما فلوسنا بتاعت حامل الضرائب بتدفع لاوكرانيا بشكل سخي جدا ونتائج على الارض مش لصالحنا، وبتدفع لاسرائيل اللي بتموت نساء واطفال، فالحقيقه في هذه الانتخابات هيكون في دور للشباب لانه كمان رافض لمساله التيار المتقدم في السن. عندنا رئيسين، واحد فيهم فوق ال 80 والثاني يقترب من ال 80، هم بيقولوا الشباب عندنا رئيس سيء والاخر اكثر سوءا، فاحنا ما بين نارين، احنا هنكون سعداء يكون في جيل جديد. يعني كمان هاريس هتقترب من ال 60 والنائب بتاعها 51، كمان ترامب ذكي جاب النائب بتاعه اعتقد في 39 او 40، فكلا الحزبين او كلا المرشحين بيقولوا عندنا نائب شاب يمثل اهتمام لشريحة الشباب. وما هي تلك الملفات أو القضايا التي يركز عليها كل مرشح كي ينال نقطة على خصمه ويكتذب المزيد من الأصوات سواء بالنسبة لهاريس أو بالنسبة لترامب؟ نقاط ترامب طبعا بيقول أن هم الديمقراطيين في الكام سنة اللي فاتوا ضيعوا البلد في الاقتصاد، ضيعوا مسألة الحدود، في ملايين مهاجرين بيخشوا غير شرعيين بيسيئوا للبلد من المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني. نرجع نقول الديمقراطية أو الديمقراطيين بيتكلموا على أنه مستقبل البلد لو مع ترامب هتكون أمريكا في خطر، لأنه هو اللي كان داعم، هو أكبر كلا الحزبين بيدعموا إسرائيل، بس كانت الحقيقة ظروف ترامب كانت ظروف صعبة جدا، أنه هو أول رئيس ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس ويحيي إسرائيل على احتلالها للجولان ويقول لها مبروك عليك الجولان، يعني كل هما بيحاولوا يصطادوا الأخطاء الأخرى. شكرا جزيلا لك من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي.